هناخد النهارده الدرس السادس، الشراب الطبيعي والشراب الصناعي، المشروبات بقى الطبيعية والمشروبات الصناعية. الطبيعية طبعا اللي احنا بننزل السوق كده زي الشاطرين نشتري فاكهة وننقيها بنفسنا وبنقي الثمرة الحلوة اللي ما فيهاش أي تعفن أو فيها أي بكتيريا، ونبدأ ناخدها ونروح البيت نغسلها كويس جدا. بستخدم الخلاط بتاعي بيكون نظيف، أبدأ إن أنا أحط الفاكهة بتاعتي في الخلاط، وبنزود له العناصر الغذائية، يا إما بزود له بقى لبن، بحط له عسل، أنا زي ما أنا عايز ممكن أحط كذا فاكهة مع بعض، فأنا كده بزود القيمة الغذائية بتاعة المشروب بتاعي، لأن أنا اللي عامله بنفسي وأنا اللي بضيف العناصر الغذائية اللي أنا محتاجها. طيب وبنبدأ نضربه في الخلاط وبنشربه، هو ده المشروب الطبيعي أو الشراب الطبيعي. ده مزيج من المية والسكر وعصير الفاكهة الطبيعي، القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا جدا، هو غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية لأنه فيه الفاكهة. طب بالنسبة للشراب الصناعي، الشراب بقى انتوا بتروحوا عند السوبر ماركت وبتجيبوه، أبو شاليمو ده هو ده الشراب الصناعي، وده عبارة عن منكهات أصلا ومية وسكر مفهوش أي فايدة، غير إن هو بيديك شوية طاقة عشان فيه شوية سكر، شوية سكر اللي فيه هما دول اللي بيدوك طاقة، لكن مفهوش عناصر غذائية عالية زي الشراب الطبيعي. ده بيتكون من السكر والمية وكمية قليلة من المنكهات والملونات الصناعية والطبيعية. طب بيحتوي على نسبة عالية من السكر مقارنة بالشراب الطبيعي، لو جينا قارناه بالشراب الطبيعي اللي احنا عاملينه في البيت هنلاقي فيه ان نسبة سكر عالية جدا. اذا كده المشروب الطبيعي افضل، لان انا بتحكم في كمية السكر اللي انا بحطها، لان قلنا ان السكر الكتير غلط، اللي هو اللي احنا بندوبه في الشاي ده غلط، لكن السكر الطبيعي بقى اللي احنا بناخده من الفاكهة او بناخده من العسل هو ده المفيد. كمان ما بيكونش فيه عناصر غذائية موجودة فيه، بتبقى العناصر الغذائية بتاعته بتبقى قليلة جدا جدا. ممكن احول كل من الشراب الطبيعي والصناعي لشراب مركز بخلطه مع الميه، لما باجي ادوب له في الميه الشراب المركز ده بيبقى عندي عصير ميه وسكر. طب الشراب الطبيعي طبعا صحي اكتر، يبقى الشراب الطبيعي صحي اكتر من الشراب الصناعي. كمان الشراب الصناعي بيزودوا له مواد حافظه، بنزود له مادتين حافظتين عشان تحفظه فتره طويله جدا. هجيب لكم الصفحه الثانيه، الصبارة مركزة ايه؟ شطورة، دي بتاعتك اسمها ايه؟ انا بتاعتك اسمها ايه؟ شو سميها حاجة قربي سميها بقى سمي برضو لازم. لازم تسميه. ايه طيب انا ازاي الصراحة مش بيعملوا؟ هسمي الصبارة بتاعتي أمنية، عشان مش أمنية متزعلش. ماشي. طيب الشراب لا بتاعي مسمية، انا مسمية، انا مسمية، لا ما عندي عروسة كده حبيبتي بحبها مسمياها أسماء ماشي حبيبة انت حبيبتي يا دندن، والله انا بحبك قوي. بس وبرضه مسمية واحدة تانية أمنية باخد أسماءكم وبحطها في العرايس، باخد أسماءكم وبحطها في العرايس. انت عسولة خالص. طب لسه يلا أنا عندي نكمل. كمية طيب عرايس طريقة عادية هنا للشراب. وفي مصر. طيب كويس، حافظي عليهم بقى ما تبوظهمش. ماشي، إيه انا في تعالوا اصلا نكمل اللي يلا. في مصر قاعدين في الكوميدينو، من كمية العرايس اللي عندي طب يلا كل يا لما شباب نخلص وبعدين نشوف العرايس بتاعتكم دي وضعهم إيه. ايه طريقة إعداد الشراب انا وحفظه اول إزاي بنت ستي ما بيعملوه؟ بحبش العرايس. علانة إزاي؟ هما كل أنت كده حرفيا جاي هتلبس من العرايس فخلاص. طب يلا نكمل بس. طريقة إعداد الشراب وحفظه، إزاي بيعملوا الشراب وبيحفظوه؟ بيسخنوا المشروب لدرجة عالية جدا عشان يموتوا البكتيريا ويقضوا عليه. يبقى لما بيجوا يعملوا المشروب في المصنع بيسخنوا المشروب بدرجة عالية جدا، بيسخنوه بيغلوه جامد عشان يموتوا البكتيريا ويقضوا عليها. كمان بنضيف له مادتين حافظتين عشان نحمي المشروب من العفن والبكتيريا ويدوم فترة طويلة ما يبص. لا حتى لما تروح عند السوبر ماركت هتلاقي محطوط عنده أكتر من سنة، تلاقيه موجود ما بيحصلوش حاجة حسب بقى الصلاحية بتاعته. المشكلة اللي ممكن تواجه الناس وهم بيعملوا الشراب
اول حاجه ان لون الشراب بيبقى لونه غامق، لو الشراب لونه غامق تعرف ان السكر اللي هم مستخدمينه في المشروب ده بيبقى مش نظيف، بيبقى لونه غامق. مش انتوا ساعات بتلاقوا فيه سكر اسمر كده؟ لا مش الاسمر بتاعنا، لا السكر نفسه الابيض بتلاقوا لونه غامق، لو لونه مغمق كده ده اللي بيخلي المشروب بتاعي ما يطلعش لونه فاتح، ده معناه ان السكر مش نظيف. الحل ايه؟ الحل ان انا استخدم نوع كويس من السكر او استخدم نوع نظيف. تاني مشكلة لو العصير بتاعي فصل، لما بنيجي نعمل عصير ساعات بتلاقيه فصل، بتلاقي الجزء التقيل طلع فوق والمية بقت تحت، ده معناه ان احنا ما دوبناش السكر كويس. عشان كده في المصانع بعد ما بيجوا يعملوا العصير الصناعي بيسخنوا العصير ويضيفوا له السكر عشان يدوب، يسخنوا العصير الاول ويضيفوا له السكر عشان يدوبوه فيه ويتاكدوا ان السكر ده، وبعد كده بيبردوه بقى وبعدين بيعلبوه في بيعبوه في العبوات. احنا بقى لو احنا ما ضربناش السكر كويس ما دابش كويس، ده اللي هيخلي العصير بتاعي يفصل. تمام، تعالي يا دند كده اشرحي لي بقى المشروب الطبيعي والمشروب الصناعي. اللي معاه سلاح التلميذ يفتح الصفحة اللي احنا شغالين عليها دي اللي هي درس سادس، ما عنديش والله. اللي هو صفحة 30. طب يلا قولي من هنا. من انا دان دان يلا. مع حضرتك مع حضرتك كنت طب يلا مع حضرتك. بس على فكرة هي عندي الدرس السادس مش الخامس. لا السادس، احنا خدنا الخامس المرة اللي فاتت، هناخد السادس المرة دي. ماشي يلا، اشرح لك بقى الشراب الطبيعي والشراب الصناعي من ماشي فهمي اشرحي ولا براحتك. من فهم الكتاب؟ ايه من فهمي أنا يعني من فهمي أنا اللي انت ولا من فهم عايزاه؟ اللي انت عايزاه، المهم افهم، اعرف ان انت فهمتي. الشراب الطبيعي بيكون بنختار له ثمرة، بننزل السوق نختار له الفواكه اللي عاوزينها فيه ونقوم خلطينه ده ونقوم خلطينه بقى وكده. أما الشراب الصناعي بيكون موجود بس فيه مواد حافظة كتير، وأحيانا ما بيكونش السكر المستخدم فيه مش نظيف، وبيكون ده الطبقة المسمرة اللي عليه. استني بقى عشان انت خلطت الامور ببعض. انا عندي، هنفصل دلوقتي، انا عندي الشراب الطبيعي حاجه، ثواني عشان بيرنوا على الجروب بيقلل الصوت. انا عندي الشراب الطبيعي ده حاجه، والشراب الصناعي دي حاجة. وازاي بيخزنوا المشروب الصناعي ده حاجه، والمشاكل اللي بتواجهني دي حاجه. تمام، طيب الشراب الطبيعي قلنا ان احنا بنمزج الميه والسكر وعصير الفاكهه الطبيعي، وده العناصر الغذائيه بتبقى عاليه فيه، بيبقى فيه الفيتامين بتاعه عالي، الاملاح المعدنيه بتاعته عاليه، القيمه الغذائيه بتاعته عاليه. تمام، يبقى احنا كده خلصنا من ايه؟ الشراب الطبيعي. الشراب الصناعي ده اللي بيعملوه في المصانع، وده بيتكون من السكر والميه وكميه قليله من المنكهات والالوان الطبيعيه والصناعيه. يعني مثلا هيعملوا عصير فراولة بيحطوا طعم الفراولة، هيعملوا عصير مانجا بيحطوا طعم المانجا، هيعملوا عصير موز بيحطوا طعم الموز، هما ما بيحطوش فيه فاكهة أساسا، هما بيحطوا فيه المنكهات والألوان، بيحطوا بقى لون أحمر لون أصفر لون أخضر على حسب العصير اللي بيعملوه. ده بيحتوي على نسبة عالية جدا من السكر لو جينا قارناه بالعصير الطبيعي اللي احنا بنعمله. السلام نعم، عليكم يا مس. عليكم السلام ورحمة. اتأخرتوا ليه؟ يلا نكمل. إيه لو جينا قارناه بالعصير الطبيعي هنلاقي ان السكر فيه عالي، وعشان كده بيديني طاقة، هو بس اللي فيه ان هو بيديك طاقة بسبب السكر اللي موجود فيه. ماشي؟ آه، كمان الشراب الطبيعي صحي اكتر من الشراب الصناعي. ده اللي احنا قلناه عن الشراب الصناعي. هنكمل الشراب يا الصناعي. حضرتك شفت الشيف؟ اه انا شيلته عشان اجيب الصفحة التانية. طيب ازاي بيعملوا الشراب ويحفظوه؟ بيسخنوا المشروب لدرجة حرارة مرتفعة جدا، وده بيساعد على قضاء على البكتيريا. المايك يا شباب، شباب المايك،
بيسخنوا المشروب لدرجة حرارة عالية جدا، يعني قوي قوي، علشان يقضي على البكتيريا. بيسخنوا المشروب لدرجة حرارة عالية عشان يقضوا على البكتيريا. بيضيفوا له مادتين حافظتين، مادتين مش مادة واحدة، مادتين حافظتين عشان يحمي المشروب ده من لسه في العفن حد جديد. البكتيري. معانا دان ومعانا أحمد ومين تاني؟ ايوه انا معاكم، انا في سنة 5، هي دقايق بس وتبدأ حصتي. سنة 5. احنا في رابعة، دي رابع. يميت اصلا ايوه احنا مس، بس هي بنتنمر. بتبدأ في المهارات، المهارات هتبدأ دلوقتي. فاهمة حاجة؟ لكن احمد اصلا مش ولا انا موجود. اللي مش كاتبين أسامي مين؟ أنا معايا دان وأحمد ومين؟ يا تيتشر احمد مش وسجع موجود، وسجع وانا زعجة وسجع وسجع. وسجع، صح كده. طيب تمام. طب ازاي بنعمل المشروب ونحفظه؟ عمر كان داخل بس خرج، يعني كان عنده النت وحش، فشوفي كده يعني اكتبي اسمه على الجرد، ممكن ما يكونش ملاحظ من الحفة. طيب ركزوا عمل بس. ازاي بنعمل المشروب؟ ازاي بيعملوا اعداد للمشروب ويحفظوه؟ بيسخنوا المشروب لدرجة حرارة عالية جدا، وده بيساعد على القضاء على البكتيريا. بيضيفوا له مادتين حافظتين علشان يحموه من البكتيريا والعفن، عشان يقعد فترة طويلة وما يبص. عمر دخل ونضطر نعيد من الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتأخرت ليه يا عمر؟ اصب شفتش منك. طب يلا يا عمر، احنا كنا بنتكلم على الدرس السادس، وبنتكلم على الشراب الطبيعي والشراب الصناعي. انا عندي نوعين من المشروبات، الشراب الطبيعي والشراب الصناعي. الشراب الطبيعي لو احنا رحنا اشترينا الفاكهة بتاعتي، وجبت الفاكهة اللي انا محتاجها، ورحت البيت عصرتها او ضربتها في الخلاط وزودت لها ميه وسكر، او بزود لها لبن، او بزود لها عسل، على حسب ما انا عايزه اضيف القيمه الغذائيه بتاعتي. المشروب الطبيعي بيبقى فيه نسبه غذاء عاليه جدا، وغني بالفيتامينات والاملاح المعدنيه، لان هو فيه الفاكهه الطبيعيه. المشروب الصناعي ده اللي احنا بنروح نشتريه بقى من السوبر ماركت، وده بيبقى فيه سكر وميه ومنكهات وملونات طبيعيه او صناعيه، يعني ما بيحطلوش فاكهه اساسا. هما بيحطوا يعني مثلا هنعمل عصير فراوله، بنحط طعم الفراوله. هنعمل عصير موز، بنحط طعم الموز. هنعمل عصير مانجا، بنحط طعم المانجا. بنحط لهم الوان، عصير الفراوله احمر بنحط لون احمر، عصير المانجا برتقاني بنحط لون اورنج. فاحنا ايه، على حسب الالوان بتاعه العصاير بيعملوها. ده في نسبه عاليه جدا جدا من السكر لو جينا قارناه بالمشروب الطبيعي. لو جينا قارناه بالمشروب الطبيعي فهنلاقي ان نسبه السكر فيه عاليه. هو العناصر الغذائيه بتاعته، هو الفايده اللي فيه ان هو بيزود الجسم بالطاقه عشان بس فيه سكر بس. نعم نعم السكين مزه معلش هتظهر دلوقتي، هتلاقي النت بس عندك مش حلو. القيمه الغذائيه اللي فيه مش عاليه، هو بس فيه ميه وسكر، وده بيدي الجسم طاقه شويه وخلاص، لكن ما فيهوش عناصر غذائية زي العصير الطبيعي. كمان هو صحي، العصير الطبيعي صحي أكتر من الصناعي طبعا. الطبيعي صحي أكتر من الصناعي. طيب إزاي بقى بيعملوا أو بيخزنوا العصير ده وبيعملوه؟ أهو في حضرتك طريقة إعداد الشراب وحفظه. إزاي بيحفظوه؟ ان هم بيسخنوا المشروب درجة عالية جدا، بيسخنوا المشروب ده لدرجة حرارة عالية جدا ومرتفعة جدا عشان يقضوا على البكتيريا الموجودة فيه. كمان بيضيفوا له مادتين حافظتين علشان يحموا المشروب من العفن والبكتيريا، ويقعد فترة طويلة في الأزايز ما يجرالوش أي حاجة. تمام، عشان كده لما بنروح عند البقال بتلاقيه موجود عنده على طول، ما بيبص ولا بيحصل له اي حاجه، لان هم حاطين له مواد حافظه عشان تفضل قاعده فتره طويله. طب المشاكل اللي ممكن تواجهني بقى لما بنيجي نعمل العصير،
اول مشكله لو لون العصير بتاعي لونه غامق، ده معناه ان انا حاطه سكر مش نظيف، السكر نفسه هنلاقي لونه غامق. فالحل ايه؟ الحل ان انا بستخدم نوع نظيف من السكر. طيب لو العصير بتاعي فصل، ساعات بنعمل عصير ونلاقي الجزء التقيل بقى فوق والجزء الخفيف بقى تحت، ده معناه ان انا ما دوبتش السكر كويس. عشان كده في المصانع بيسخنوا العصير مده طويله جدا. ثواني، ده معناه ان هناك بقى في المصانع بيسخنوا العصير جامد عشان يدوبوا السكر فيه، يدوبوا السكر فيه بس في وهو دوشة. سخن. السكين زهرة يعني، بس مش راضية تزهر. هي مس ممكن النت بقى ثواني كده هتشتغل. يبقى عرفتوا العصير بيفصل ليه؟ بيفصل عشان انا ما دوبتش السكر كويس، لازم ادوب السكر كويس علشان العصير ما يفصلش. طيب بيقول لك كمان انظر لنوع العصير، الانواع العصير اللي موجودة دي، اي واحد فيهم هو بيقول لك انظر الى نوع العصير الاثنين وصف شكلهما وطعمهما كيف تتم صناعة كل من الشرابين. مين يجي يجاوب؟ يا مس البتاع، يا مس الزهرة. السؤال السؤال معلش تاني يا مس، لأن ما سمعتش. اقول لك شوفي كتير الاثنين اللي في قدامنا، انتوا شايفين الشاشة؟ لا ايوه شايفين الشاشة. ايوه يا مس الشبعين. طب لا طيب تعالى يا احمد جاوب، انت مش يلا عايز تجاوب. ثواني بس كلنا اجاوب هنجاوب، ولا يلا يا ليه؟ احمد. اه يلا تمام يا مس. بيقول يحتوي الشراب الطبيعي على نسبة قليلة من السكر. على ايه؟ هو فين ده؟ انت بتجاوب فين؟ مش جاوب السؤال تحت السؤال يمس. اللي هو انواع العصير، مش هو راسم لك اتنين عصاير اهو، ده وده. ايوه انا بكره فيهم. ايوه طيب بيقول لك يحتوي على الفاكهة الطبيعية، لا يحتوي على نسبة نقط من السكر. نسبة ايه؟ انت قلت عالية. بس انا قلت عليه. طب ماشي، اللي تحتها تتم صناعته فيه. تتم صناعته يعني ايه؟ مش قصده ايه يعني، بيتصنع بنعمله فين فين؟ مثلا؟ اه بنعمله فين؟ في كوبايات. في البيت، في المنزل. هو بيقول المكان بتاعه اللي بتصنع فيه ولا؟ ايوه تتم صناعته فين؟ بنصنعه فين؟ هتقول له في المنزل عشان هو شراب طبيعي. طيب الشراب بتسمي الصناعي في بقى، كوباية. ايوه الشراب الصناعي بيحتوي على نسبة عالية من السكر، يحتوي على نقط والملونات الصناعية. اشتوي على الكثير يا مس، الكثير. لا هو بيقول لك وادي يعني عايز حاجة تانية. يحتوي على المنكحات. منكهات صح، تتم صناعته فيه. يتم صناعته في المصانع، صح يا المصانع مس؟ طب صح. يلا يا دان تعالي كده جاوبي، اذكر الطرق التي يتشابه فيها اعداد كل من شراب العصير الطبيعي والصناعي. مش فاهمة يعني ايه؟ يعني ايه المتشابه بيه فيهم؟ هما الاثنين عصير. لا الاثنين مش عصير ولا حاجة، في اختلاف. احنا هما عايزين الاثنين المتشابه. نفس الفاكهة، بس الصناعي مزودين فيه، حاطين فيه سكر اكتر كمان. لا انا مش عايزه، يعني مش عايزه متشابه مقارنه، مش عايزه مقارنه، انا عايزه الاختلاف. نوع الفاكهة اللي هما حاطينها. يا نفسي اقول لحضرتك ان اختلاف، فهمت لا الاختلاف استنوا استنوا، وعايز في التشابه، عايز التشابه. اذكر الطرق التي يتشابه فيها اعداد كل عصير الطبيعي والصناعي، وعايز التشابه. متشابهين في ايه؟ كسب. يمكن تمام.
يحتوي على الفاكهة الطبيعية، لا يحتوي انت العصير الطبيعي، العصير الطبيعي، العصير الطبيعي كده انت التشابه صح. يمكن تحول كل من الشراب الطبيعي صح. والصناعي إلى شراب مركز. صح فعلا، ممكن هما الاثنين يتحولوا لشراب مركز. تمام، طيب قولي يا عمر كده، ما نوع الشراب الذي قد يكون أكثر صحة، الشراب الطبيعي أم الصناعي؟ وبرر إجابتك. عمر سامعني؟ يعني مثل التفادي او البرتقال لما يكون لونه ازرق معناه ان هو بايظ جدا. أزرق؟ أزرق منين؟ من القشرة من بره؟ بره او من جوه وريحته مش لا عارف كده طبعا يعني أنا بايظ. بس أزرق دي يعني بايظ فعلا. ايوه. ما الذي يجعل أنا أكثر صحة نوع الشراب الشراب؟ الطبيعي؟ ماشي، وليه؟ لأنه لا يحتوي كمل يا عمر. ليه؟ ميس هلو تيتشر. عمر، عمر سامعني يا عمر؟ يا ميس ما انا قلت ما سمعتش والله، انا قلت لك برر اجابتك. ليه؟ انهي فيهم انهي فيهم احسن؟ قلت الطبيعة. قلت لك ليه بقى؟ الله لا يحتوي عن كثير من السكر. وبيحتوي على الفاكهة الطبيعية، وده بيزود العناصر الغذائية بتاعته. ماشي، لا يحتوي عن يلا يا ساجا كثير من السكر. قولي يا ساجا. قولي ايه مش رقم 3، إذا كنت تصنع شرابا طبيعيا في المنزل فلست تحتاج إلى استخدام طرق حفظ الشراب نفسها كما في المعمل.